فإذا رسمنا الآن البروجكت ريسك راح نرسمها زي ما رسمناها قبل شوي. وهذا اللي هو البروجكت ريسك اللي هو الفاريبل زد كريسب فاريبل زد. وعندي هون اخذنا من 0 ل 20 بعدين نزلت من 20 ل 40 بعدين اخذت من 20 ل 40 بعدين مشينا من هون لحد 60 هي 10 20 30 40 50 وبعدين هون نزلنا اظن ل 80 بعدين طلعنا من 60 ل 80 ومشينا. اوكي هلا قديش عندي ممبر شيب اوف سي 1؟ بوينت 1. هلا في عندي طريقتين من البوينت 1، يا بعمل كليبنج. ايش يعني كليبنج؟ بقص او بعمل سكيلنج. احنا رح نتبع الكليبنج. الكليبنج يعني رح اجي على بوينت 1، هي بوينت 1، ورح نزل كل الممبر شيب هذه من هون لهذا الشكل. اوكي ماشي، هاي اول خطوه من هون. الخطوه الثانيه هلا رح ناخذها، رح نيجي على الثاني 0.5 او 0.45. خلينا ناخذ ال 0.5. لو اخذنا ال 0.5 رح اجي على هاي من هون، من هون رح اشبك خط 0.5 ورح اخذ هلا كاني بعمل بورينج بجمعهم. وبعدين عندي كمان 0.5 او سي 3 هاي مثل هلا الريزلت اللي طلعت معي. هلا هاي مشكلتي لساني هون فازي، كيف بدي احول هاي هلا لكريسب فاليو؟ طلع السنترويد تبعها. بطلع السنترويد تبعها، بس بطلع السنترويد تبعها حوالين وين؟ ايش الفاليو اللي انا بفتش عليه؟ هذا الفاليو ولا هذا الفاليو؟ لا زميلي بدي اياه سي اكس ولا سي واي؟ سي اكس. اذا هلا هون السؤال، هاي عندي اريا، عندي هون في مكان معين راح يكون في سي اكس، بحيث انه لو ضربت الاريا، لو ضربت الاريا الكليه في سي اكس رح تساوي كل ستريبس صغيرة الموجودة هون، كل واحدة مضروبة في مسافتها. اوكي ماشي، واضحة هاي؟ احنا بنعرف قيمة سي اكس؟ لا بدي اطلعها. بعرف الاريا؟ لا بقدر اطلعها، مش هيك؟ وبقدر اطلع ستريبس صغيرة كل واحدة مضروبة في المسافة تبعتها؟ إذا بقدر اطلع سي اكس، سي واي ما بهمني بالحالة هاي، لأنه أنا أصلاً جاي من الواي. أنا على فكرة بدي فازيفيكيشن وين جاي؟ جاي من الواي اكسس ونازل على الاكس اكسس من هون. إذا رح نعمله هلا المرة الجاية رح نكمل، رح نحسب السي اكس تبعت هاي الاريا اللي هي رح تكون شو، رح تعطيني رقم؟ نقطة السنترويد. واللي هي ايش رح تكون بتمثل؟ اللي هي الريزلت، اللي هي الريزلت اللي هو البروجكت ريسك، البروجكت ريسك تبع هذا المشروع. بكون هيك كملنا المراحل كلها تبعت الديفازيفيكيشن.